يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في شغلة جديدة ممكن تسووها في أطوة، اللي هي ركوب الأحصنة. الأحصنة موجودة تقريبا في إسطبلات موجودة في أطوة، لكن ركوب الأحصنة موجود في داخل المدينة. يعني إحنا الآن في منطقة بار هيفن، اليوم عاملين لأنه فتح للسيزن $10 for 20 minutes، يعني رخيص جدا، لكن في أماكن كثير موجودة في أطوة ممكن تركبوا فيها الأحصنة. بس تكتبوا هورس رايد في منطقة في كناتا أو في ستابل في كناتا، ممكن تركبوا الأحصنة لمدة ساعة ساعة ونص وتدخلوا جوا الغابة. very nice activity مع الفاميلي. حورجيكم هلأ بعض الصور والفيديو المكان هذا وإن شاء الله تستمتعوا.
إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.